الفيستيفال كيمثل يعني لا نوبليس ديال المغاربه، كيمثل التفتح ديال المغاربه، كيمثل كل ما هو جميل عند المغاربه، كيمثل يعني الغاست ان فيستيفال لي سبيسيال واللي حنايا فخورين ان عندنا بحال هذا الفيستيفال هذا بهذا لو دوغري ديال لورغانيزاسيون وبهذا لو نيفو هذا ديال الشخصيات الكبرى اللي كيجيو ليه. حنا فرحانين وفخورين ان عندنا بحال هذا المهرجان هذا في المغرب. بالنسبه لك يعني المسلسل الى ذاك الحال لاحظنا بان كاين تفاعل كبير ديال الجمهور، كيفاش كانت رده الفعل ديالك؟ فرحانه بزاف يعني اكيد انا دائما كنشتغل بحب وبصدق وكنبغي ندير كل ما في جهدي باش انني نكون لو بلوس كريديبل بوسيبل في الاداء ديالي. اكيد مش انا بوحديتي ما كافياش، خاص واحد الطاقم اللي يكون محتوى متكامل ومحتوى كيشتغل بنفس الجهد وبنفس الحب. هذاك الشيء اللي كان في الى ذاق الحال والحمد لله كنشوفوا الثمار من خلال لي كومونتير. كوميديا ان شاء الله غادي تشوفوني في الكوميديا، درت بزاف ديال الادوار اللي فيها شويه نوع ما من الكوميديا، في رمضان ان شاء الله غادي تشوفوا دور كوميدي 100%. من غير باستوف وباستوف واحد سيت كوم حتى هو غيكون مع سفركوس.